ده تمثال روبرت اي لي. And he is, or he was, هو كان general, قائد الجيش بتاع يعني جنوب أمريكا في الحرب المحلية أو civil war هنا في أمريكا. والتمثال طبعا معمول بفن عالي جدا جدا ومعمول له بيس جميلة جدا جدا. أنا هقرب منه شوية عشان تشوفوا اسمه أهو. اسمه روبرت E. Lee.